تندفع الجياد المشاركة في الشوط السادس على بركة الله من مسافة 1200 متر لحصن عمر السنتين على جواز صاحب السمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير يحفظه الله. كما أتابع شبل طيف يبدأ بالاندفاعة الأولى. هنا المتابعة تأتي من رحيب، رحيب يقود زمام الأسماء المشاركة، كويهم ما شاء الله تبارك الرحمن، يختطف الصدارة ليتراجع الجواد رحيب للمركز الثاني والوصافة. إذن كويهم بالمركز الأول، رحيب في متابعة بالمركز الثاني. بقية الأسماء المشاركة، هنا صلفان يأتي بالمركز الثالث، وكذلك التقدم للجواد قلب الشجاع بالمركز الرابع. إذن رباعية بين أعمار السنتين على خط المنافسة، المنعطف الأخير للخط المستقيم. هنا رحيب من الداخل والجواد كويهم من المنتصف، صلفان من الخارج، لحظات أخيرة متبقية، لحظات حاسمة. إذن كويهم يحاول الدفاع، يحاول انتزاع الصدارة، كويهم بالفعل بكل استحقاق. ابن كوبلت بلو حاضرا في هذه المواجهة يذهب بنتيجة الشوط السادس.